وزير الخارجية مايك بومبيو: تدين الولايات المتحدة من جديد الاعتداءات المستمرة وغير المبررة على شعب محافظة إدلب من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران وحزب الله. إننا نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي الناتو في أعقاب الهجوم الذي أدى إلى مقتل عدد من الأتراك العاملين في مركز مراقبة يستخدم للتنسيق ووقف التصعيد، وندعم بشكل كامل أعمال تركيا المبررة للدفاع عن النفس ردا على ذلك، ونبعث إلى حكومة تركيا بأحر تعازينا على وفاتهم. إن الأعمال الوحشية من قبل نظام الأسد وروسيا والنظام الإيراني وحزب الله تمنع وقف إطلاق النار في شمال سوريا. لدينا أهداف جيوستراتيجية وثيقة للغاية مع تركيا في المنطقتين اللتين فيهما قوات تركية الآن، في ليبيا وسوريا. مرة أخرى لا أرغب في الدخول في تفاصيل بعض هذه المحادثات لأننا ما زلنا في مرحلة ما قبل اتخاذ المزيد من القرارات، لكن قبل كل شيء لدينا تحليل دقيق للوضع بين الجانب التركي والجانب الأمريكي وحول معرفة المشاكل. ثانياً، نحن ملتزمون بمواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات لتكون مفيدة. ثالثاً، نحن قلقون جداً من دور روسيا في ليبيا وسوريا عموماً ومن هجوم إدلب خاصةً. لقد أوضحنا لنظرائنا الروس أن هذا التحرك غير مقبول.